أعلن وزير المالية الدكتور محمد معيط اليوم عن دراسة وزارة المالية آليات تطبيق خاص بفرض ضرائب على إعلانات جوجل وفيسبوك وإنستغرام والمنصات الإلكترونية أيضا المختلفة المتحصلة من السوق المصرية، وما يتطلبه ذلك من تعديلات تشريعية وتنفيذية أو إصدار تشريع جديد. وأكد الوزير أنها سوف تستغرق نحو شهرين وتعرض أمام الدورة البرلمانية المقبلة لمجلس النواب في أكتوبر المقبل. وأشار أيضا الوزير إلى أن الدراسة التي تتم حاليا تشمل مسارين: الأول بإخضاع التعاملات عبر منصات التجارة الإلكترونية للضرائب، والثاني خاص بإعلانات منصات شبكات التواصل الاجتماعي بأنواعها أو الشركات الأجنبية التي تجلب إعلانات من السوق المصرية.